مشاهدينا. لكوينا قدمنا هون الحقيقة وطبعا كيك الموز دائما نحن بالبيوت في عنا موز بصير رح يعتق، فقبل ما يعتق بننصحكم تعملوا هالكيكة هاي جربوها تطلع طيبة. فإذا بدي لهالكيك هيدا أول شغلة بدي الموز بقطع الموز تقريبا قطع صغيرة، لحتى انا اقدر اطحنهم، وطبعا راح اطحنهم بايدي ما في داعي لمكنة او لخلاط او للبدية. بشريط الخفق مثل ما شايفين طبعا بهالحالة هيدي لازم تكون حبة الموز مستوية. مثل ما شايفين صار عندي الموز رخو تقريبا وطري. فإذا بضيف فوق الموز البيض ثلاث بيضات وموزتين، بحرك وبعمل عندي مزيج متماسك تقريبا حتى ولو في بعض الشقف الموز الكبيره ما في اي مشكله. ومنخلي المكون جاهز عنا على جنب. بوعاء تاني الزبدة دايما حط تقريبا قدر نص كوب من الزبدة، بضيف السكر وبحرك بشريط الخفق وبحرك بشريط الخفق لحتى يصير عندي كمان مزيج متماسك. مثل ما شايفين صار عندي المزيج، ودائما هون بده يكون الزبده محطوطه برات البراد حتى تضلها سوفت ويصير استعمالها سهل. وهون برجع بضيف على الزبده تقريبا كوب من الطحين مع بيكنج باودر وبحرك بسباتول او في بايدي اعجنهم. مثل ما شايفين عمليه سهله. منضل نعجن لحتى يتماسكوا مع بعضهم الطحين والزبده. مثل ما بين معنا تقريبا صاروا متماسكين. منضيف الخليط اللي عملته البيض مع الموز. وبنخلط المكونات كلها سوا. مثل ما شايفين عملية جدا سهلة. هلا عندي صار الأساس اللي هو المكون اللي بيطلع عندي في الكيك. هلا بعدين منكهات على جنب، في يضيف برش الليمون، ليمونة من برا ببرشها بتعطي نكهة كتير طيبة
بالكيك وبكل انواع البسكوت والكيك تقريبا. جوز بيكسرهم هيك بايدي شقف كبيره. طبعا الجوز فيه حط فيه ما حط اذا منا ضروريه. بخلط المزيج كله سوا. طبعا صار عندي المزيج جاهز انا، فيي استعمل هالقالب هيدا اللي هو القالب الكلاسيكي للانجلش كيك، وفيي كمان استعمل اذا بحب انا فيي اعمل بالكب كيك. طبعا هون ما بحاول ما اعبي القالب كله سوا لانه بده ينفخ بعدين على الاستواء، وبرجع بضيف على وجهه شوية جوز. وبحطه بالفرن على درجة حرارة 180 درجة ل 40 دقيقة، 40 دقيقة ليه؟ لأنه حجمه كبير بده وقت أكثر بالفرن لحتى يستوي. من بعد ما بعد 40 دقيقة بيطلع عندي الكيك بالشكل هيدا. هلا رح أحاول فرجيكم من جوا مشاهدينا كيف هو. مثل ما شايفين شكله رائع. وانا هون حضرت على جنب حبه موز مقطعه بالنص ومقليه بالتقليه مع شويه زبده، صارت عندي هاللون هيدا. فيي حطها على وجه البنان هيك حتى تعطينا شكل اذا بدي اقدمها مع كذا شقفه بنحطهم هيك بنقدمه بهالشكل. صار عندي قالب الكيك على بنانا جاهز عندي حتى اقدمه واقطعه او ما انا بحب. مشاهدينا الكرام، هيدا طبقنا لليوم. بتمنى لكم الف صحه.